بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي الغاليين في فيديو جديد من فيديوهات مستر مايند روبو. منورين وكل سنة طيبين وتشكرين على الدعم الكبير. الكشاف ده يا جماعة أنا كنت جايبه من سوق الجمعة. الكشاف دوت كان بعشرة جنيه بس من سوق الجمعة، معاه الكابل بتاعه ومقفل بالطريقة ديت. فطبعا لما جيت اجرب الكشاف لقيته بينور، معنى ذلك ان دايرة الشحن بتاعته سليمة، ولكن الكشاف لمبة الكشاف نفسها او لمبات الكشاف اللي هو المفروض تشتغل ساعة لما النور يقطع ما بتشتغلش. وطبعا احنا عارفين ان كشافات اللي موجودة دايما في سوق الخردة دايما بتبقى البطاريات بتاعتها عطلانة. طبعا ده الاحتمال اللي هو 90%. الكشاف ده بالضغط مفهوش مسامير، فلما بنيجي نفكه هنفكه شد كده وهنشد كشاف ونفتح دلوقتي ونشوف العطل فين. هل في يا ترى سلكة مقطوعة نقدر نلحمها وخلاص، ولا البطارية عايزة تغيير؟ دي البطارية قدامنا اهي اللي هي دايما بيبقى الاعطال فيها، فبنجيب نفك ونفك المسمار بتاع الدايرة عشان الاسلاك من الحومة من تحت. نفك الدايره بالراحه، ولو عكستنا اي حاجه نشوف ايه اللي معاكس بالظبط، ما نشدش اي حاجه على اساس ما نبوظش حاجه. طبعا ما ننساش لو كان في مسمار جوه لازم نشيله عشان لما اجي اجرب ما يحصلش تاتش بين السالب والموجه او اطراف الكهرباء ال 220 وتحصل صدمه كهربائيه لا قدر الله. ده اطراف السالب والموجب اللي رايحين للبطاريه، هنفكهم دلوقتي، هنفكهم بالكاوية. ده الطرف السالب وده الطرف الموجب. ياريت اللي اول مرة يشوفنا يحط لايك ويشترك في القناة عشان يوصلوا بينا كل اختراعاتنا الجديدة وكل ابتكاراتنا الجديدة وكل اصلاحاتنا الجديدة. احنا بنعمل فيديوهات جولات لاسواق مصر وبنجيب لكم اسعار ارخص العدد وارخص قطع الغيار من جميع الاسواق، وكمان بنعمل اشياء مفيدة تنفع في المنزل. دي بطارية انا كنت جبتها من سوق الجمعة في الفيديو هتشوفه في الاي فوق دلوقتي. البطارية الاصلية دي 4 فولت 1.6 امبير. البطارية دي 3.7 فولت برضو 1.5 امبير. فان شاء الله البطارية دي تشتغل مكان البطارية دي. هنحط السالب مكان السالب اللي فكناه والموجب مكان الموجب دلوقتي اهوت. بس طبعا ما ينفعش كده، انا لازم اجيب حاجة امسك بيها على اساس ان انا اثبت البورد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبوي الشريف. طبعا ده ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. ما تنسوش الصلاة على النبي يا جماعة، صلوا على النبي كتير. عايزين نشوف 1000 صلاة على النبي إن شاء الله في التعليقات بمناسبة المولد النبوي الشريف. طبعا بقص الأطراف والزيادات عشان ما يبقاش فيه أي شعر موجود يلمس مع أي طرف جانبي. وبعد ما اصدرت الاطراف بتاعة البطارية بتاعتنا هنيجي نجيب المثبت دوت المشبك دوت ونلحم السالب والموجب في مكانه. طبعا بنشط نقطة اللحام ان احتمال يكون عليها اكسدة. تمام كده اتنشطت نقطة اللحام، ابدأ الحم بقى الطرف بتاعي واكد على اللحام جامد بحيث ما يفكش معايا او يلمس جنب منه في اي نقطة، لان ده هيبقى خطر جدا. الكهرباء هنا لايف، الكهرباء هنا من غير ترانس يعني لايف. تستخدم مكثف ومقاومات وموحدات بس ما تستخدمش ترانسفورمر.
دلوقتي لحمنا الطرف الموجب، نبدأ نلحم الطرف السالب، ننشط برضو نقطة اللحام بالقزدير. اخلي بالي برضو من النقط الجانبية، القزدير ما يجيش عليها عشان ما يعملش مشكلة، ولو مش متأكد اجيب معادسة مكبرة ولا حاجة واشتغل بيها. ادي الطرف السالب، طبعا الاستاندر العالمي بيقول ان الطرف الموجب بيبقى لون السلك بتاعه احمر والطرف السالب لون السلك بتاعه اسود، ده المتعارف عليه في علم الكهرباء والالكترونيات. بأكد طبعا على اللحام بحيث مفيش اي شعرية تخرج مني تلمس في الجنب اليمين او في الشمال في اي نقطة من نقط البوردة. بعد كده بختبر البطارية بتاعتي، جبنا الافوميتر على وضع الدي سي فولت على 20، هنلاقي 3.5 3.54 فولت. اذا البطارية سليمة ولكن عايزة تشحن. بالنسبة للمبة المحمولة دي كانت لها مشروع، هتلاقوه في الايفون اللي لسه ما شافهاش. دي بتنفع في اي مكان، تاخدها معاك تنور بيها، وممكن تستخدمها في الطوارئ وتشحن عن طريق شاحن الموبايل. ومن مكونات بسيطة جدا لمبة تلفة وبرطمان، تقدر تعمل لمبة محمولة تنفع في الاوقات الحرجة لما ما يكونش فيه نور، او لما تكون رايح حتة او بتدور في حتة ضلمة ما فيهاش حاجة، تاخدها معاك وتقدر تشتغل بيها. نربط المسمار بعد ما حطينا البوردة في مكانها. بنأكد ان كل حاجة شغالة تمام، اللمبة في مكانها والزرار بيروح ويجي مظبوط. هنجيب شريط الدبل فيس ونقص منه شريحتين بحيث نثبت البطارية الجديدة مكانها. طبعا شكل البطارية الجديدة مختلفة عن البطارية الأصلية، فلذلك هنثبت الدبل فيس في أماكن مختلفة عن الأماكن اللي كان موجود فيها الأولاني. بنثبت في الجنبين كده عشان البطارية كبيرة، فهتمسك من الجنب اليمين والجنب الشمال. بعد كده بثبت البطارية، شوف افضل وضع ليها ازاي بحيث ما تعكسش معايا لما اجي اقفل الكشاف. كده البطارية ثبتت وبقت زي الفل اهي، تمام ثابتة جامد. ابدأ بقى اقفل الكشاف بتاعي، خلاص هو من غير مسامير، بضغط عليه مرة واتنين كده من ناحيتين، كده اتقفل الكشاف كويس. نجرب بقى الكهرباء بتاعتنا، نشوف الشحن ونشوف كل شيء تمام ولا لأ. نحط كوردة الكهرباء في مكانها ونحطها في المشترك ونشوف اللمبة نورت بتاعت الشحن. هنسيبه يشحن بقى لمدة نص ساعة كده ولا حاجة عشان نجرب، ورجعنا لكم تاني. وبعد ما شحننا الكشاف هنبدأ نجرب لحظة الحقيقة. الكشاف بيشحن معانا اهو، طبعا هي نص ساعة بس كفاية عشان بس نجرب ومنتأخرش عليكم، ونبدأ ندوس على الزرار نقول بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله الكشاف اشتغل اهو، البطارية كده سليمة والدايرة بتاعت الكشاف سليمة. وكل دوت يا جماعة احنا جايبينه من سوق الخردة، الكشاف جايبينه من سوق الخردة ب10 جنيه، والبطارية جايبينها برضو من سوق الخردة ب5 جنيه. لو حضراتكم عايزين تشوفوا الفيديو اللي اشتريت منه الحاجة هتلاقوه في الاي اللي فوق دلوقتي.
ودلوقتي كشاف شغال اهوت، ودي كانت مشروع النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا منه ان شاء الله ويفيد الجميع، وتقدروا تعملوا منه حاجه مفيده. ويا ريت لو استفدتوا تضغط لايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.